السلام عليكم، يعطيكم العافية يا رب. بهاي المحاضرة رح نحكي عن بكتيريا الجروث والنيوتريشن تبعها. احنا بالبداية حكينا بالمحاضرة السابقة عن البكتيريا الستركشر وكيف شكلها والمكونات تبعتها ومن شو بتتكون، وهل هي بروكاريوتك واليونيسيلرز او المالتي سيلرز. هي يونيسيلرز، حلو. طيب هسا رح نحكي كيف طريقة نموها لهاي البكتيريا، كيف بتتكاثر، شو بتحتاج غذاء، وكيف بدنا نتعامل معها عشان بالنهاية نوصل ل تريتمنت مناسب ونقدر نعمل على زراعة هاي البكتيريا. يعني أنا كل الهدف تبعي إني أعرف كيف بتنمو حتى إني أقدر إني أعملها زراعة بالمختبر وأصير أشتغل عليها، أجرب عليها الأدوية المناسبة، أصير أتعامل معها، وحتى إنه كمان أشوف الشخص هو عنده إيش نوع من هاي البكتيريا، هو إيش عنده، جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، إيش بالضبط عنده. حلو. طيب إذا رح نحكي عن الجروث تبعت البكتيريا، رح نحكي عن إشي اسمه جروث كيرف، شكل تبعه، كيف هي رح تنمو، الميثود، الأشياء اللي هي بتحتاجها، فيزيكال باراميتر والكيميكال والمجرمنت لها. طيب بالبداية لازم نعرف شو يعني جروث بالنسبة للبكتيريا. النمو البكتيريا هو زيادة في العدد الكومباوند تبعت البكتيريا، المكونات الداخلية الأورجانيزم، which is reflect increase in the number of the cell. فالجروث هو عبارة عن زيادة في عدد الخلايا وليس زيادة في حجمها أو تغير في الفانكشن. يعني الخلايا تبعت البكتيريا النمو تبعها بالنسبة لها هو عبارة عن زيادة في عدد الخلايا، أوكي؟ أما الخلايا اللي هي إحنا زي الإيوكاريوتك والمالتي سيلير، النمو أنا بعبر عنه من خلال زيادة في حجم الخلية أو إنه تطور الوظيفة، أوكي؟ فبدنا نعرف أهم إشي وأهم فرق عنا اللي هي زيادة في عدد الخلايا وزيادة للكومبوننت جواتها اللي هي المكونات تبعتها، أوكي؟ ممتاز. طب شو أهمية إنه أفهم البكتيريا جروث؟ حكيت لكم بالبداية عشان يساعدني في اللابوراتوري كلتشر، يعني عشان إني أقدر إني إيش مالي أزرعها بشكل كويس، عشان أعرف هاي البكتيريا شو نوعها، إيش بتحتاج، عشان أعطي علاج كويس وأشوف شو أساساً الشخص عنده مشاكل، فلازم إني أنا أزرعها طريقة صحيحة في المختبر عندي وأتعامل معها، أوكي؟ طيب وتصير تتكاثر وتعمل إشي اسمه كولوني. كولوني اللي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن زي مستعمرات صغيرة هيك. لما احنا نطلع على السلايد تبعت البكتيريا يعني بالمختبر الكلتشر، رح لاقي هيك في تجمعات من البكتيريا بعدد جدا كبير اسمهم الكولوني، فانا بدرس عليهم، اوكي تمام، كمان عشان اشوف البكتيريا ايش هي، كيف بتعيش وكيف بتنتقل. يعني والله هي مثلا طريقة انتقالها عن طريق انه جهاز تنفسي، مثلا كيف بتنتقل عن طريق الغذاء، عن طريق المي، عن طريق الاكل. فهذا الاشي بيساعدني عشان اعمل بريفنتيشن مانجمنت، عشان اعمل ايش، امنع انه هاي البكتيريا تنتقل من بهاي الطريقه. حلو. طيب كمان زي ما حكينا انا بدي احاول اساسا اعطي تريتمنت، هذا التريتمنت هدفي انه انا اوقف عمليه النمو او حتى اني اقتل هاي البكتيريا. يعني في انواع الانتيبايوتكس، ضمنهم في منهم ايش بيعمل، بوقف نمو البكتيريا للحظه، يعني خلاص بوقف نموها ما بيخليها نزيد بعددها او انه تقتلها تماما. حلو تمام. في مصطلح إشي اسمه الانفكشس دوز، شو معناته؟ هو عباره عن اقل عدد من البكتيريا لازم يدخل الجسم حتى تعمل المرض. يعني انا دخل للبكتيريا مثلا، هذا مثال ما تحفظوه بصم، اوكي، عشان يصير عندي انفكشن لازم يدخل لجسمي 10 بكتيريات، اوكي. هسا اذا كان عدد هاي البكتيريات اقل من 10 يعني 7، معناته خلص ما رح يصير عندي ديزيز، لازم 10 واكثر بصير في عندي ديزيز. فبنسمي ال10 هاي اسمها الانفكشس دوز، هو اقل عدد من البكتيريا مثلا 10 بكتيريات لازم يدخلوا جسمي حتى انهم يعملوا المرض. لو هاي العدد كان اقل من 10 معناته ما بدخل، بس هي كمثال، اوكي. طيب هسا نمو البكتيريا أو تكاثرها بيعتمد على شو؟ بيعتمد على الطريقة اسمها الباينري فاشن، زي كيف إحنا خلايا تبعت الإنسان عن طريق اللي هم الانقسام منصف متساوي، برضو البكتيريا الانقسام تبعها عن طريق الباينري فاشن. كيف؟ أول إشي البكتيريا رح تكون عادية واحدة، أوكي؟ هم ماخذين بس واحدة، أكيد فيهم بكتيريات كمان كمان كمان، بس جايبين واحدة، أوكي؟ طيب بتبلش بالبداية رح تصير لها إيش؟ elongated، رح تكبر، رح تصير هيك طويلة، والمادة الوراثية اللي جواتها إيش رح تصير لها؟ replication، أكيد المادة الوراثية لازم تتضاعف. بعدين الخطوة اللي بعدها رح يتكون عنا زي سبتة، زي حاجز، زي إشي هيك بده يفصل ما بينهم. كيف إحنا لما نمسك عجينتين وبدنا نفصلهم عن بعض لازم أنا أقسمهم للنص وأشدهم يمين ويسار، نفس الإشي، أوكي. بعدين السبتة كامل تكون، بعدين خلاص هيك إحنا هيك تكون عنا إيش؟ خليتين. طيب فهاي الخطوة الأولى، هاي اللي هي إيش؟ إحنا عملنا من خلية واحدة أعطتني إيش؟ خليتين. برضو نفس الشي، الخلية الواحدة هاي إيش رح يصيرها؟ نفس الإشي، رح تتكرر الخطوة تبعتها، يصيرها elongation، بعدين رح يتكون سبتة ما بينها، يتكون خليتين، وبعدين تتكرر لحد ما النهاية نعمل ملايين للخلايا، أوكي؟ مثلاً بهذا النوع من البكتيريا أول replication لإلها أخذ نص ساعة، بعديها
60 بنت تكون عنا، بعد 60 تكون عنا كم خلية؟ 4 خلايا. بعدين 90 تكون عنا كمان مجموع من الخلايا اللي هم 8. طيب بعدين 120 تكون عنا 16 خلية. فتتخيلوا طبعا أنا عندي هون خلية وعندي هون خلية وعندي هون خلية، كلهم تكرروا هاي الخطوات، فنيجي لآخر الوقت منلاقي إنه إحنا عنا ملايين الخلايا. أوكي طيب، فهون بحكي لنا إنه إحنا لو بدنا نحسبهم كحساب إن اللي هو 2 إنه كل خلية واحدة رح تعطيكي خليتين صح؟ طيب N اللي هم عدد المراحل، مثلا المرة الأولى كانت إيش؟ نص ساعة، أعطتني كم خلية؟ هاي بالمرة الأولى نص ساعة أعطتني خليتين. طيب بالمرة الثانية اللي هم 60 كم أعطتني خلية؟ 4 خلايا. طيب بالمرة الثالثة اللي هي 90 كم أعطتني خلية؟ 8 خلايا، وهكذا. أوكي فبس هم بفرجونا كيف إنه النمط ما بينهم، كيف إنه كل خلية رح تعطيكي خليتين. حلو. طيب في شيء اسمه generation time. شو يعني generation؟ generation يعني هو عبارة عن الوقت، time هو عبارة عن وقت، أوكي، اللي بتحتاجه الخلية الواحدة حتى تنمو وتنقسم. يعني أنت خلية واحدة كم بدك عشان تعطيكي خليتين عشان تنمو وتنقسمي؟ هذا اسمه generation time، الوقت الذي تحتاجه الخلية الواحدة عشان تعطيكي خليتين. أوكي طيب حلو حلو. إذن هو الوقت اللي بتحتاجه البكتيريا أو الخلية عشان إنه يصير عندها دبل للسايز تبعها. أوكي طيب، هسا هذا الإشي مهم وبيساعدني عشان بالمختبر عشان يعكس قدرتنا على زراعتها باللاب. يعني في منهم مثلا بكتيريا والله بدها مثلا 10 ساعات حتى إنهم تتكاثر وتعطيكي خليتين أو يصيرها دبل الرقم تبعها، فهل هو بصير سهل علينا نزرعها؟ لا طبعا. فبالتالي هذا الإشي بيهمنا إنه لو هاي البكتيريا سريعة بالجينيريشن تايم تبعها بسرعة بتنقسم، العملية تبعتها سريعة، هذا الإشي بيساعدني في المختبر عشان بسرعة أنا أكثر أعدادها وأشتغل عليها. ولو كان مثلا خلية بتحتاج وقت جدا كبير حتى يصير عندها دبل للسايز تبعها، مشكلة هيك إحنا ما بنزرعها لأنها رح تغلبنا ورح تأخذ وقت وبدها احتياجات كثير، وخلص المريض بيكون طاب وخلص وأنا لساتني بزرع فيهم. فأول بكتيريا مثال عليها اللي هو عبارة عن إشتريشيا كولاي، بدها تقريبا 12.5 منت حتى تعمل إيش دبل للرقم تبعها. أوكي الستافيلوكوكس أيروس بدها تقريبا 27 لنص ساعة. في عنا بكتيريا اسمها الماك بكتيريا توبركلوسيس اللي هو البكتيريا اللي بتعمل مرض السل الرئوي متأثر على جهاز التنفس، بدها تقريبا من 18 لـ24، فالوقت تبعها كثير طويل، يعني أنت بدك طولي حتى تعملي الجينيريشن تبعك. اما التريبانوما بالودم اللي هو بيعمل مرض الزهري، اوكي اللي هو السيفيلس، عاده تحتاج نص ساعه 30 ساعه. فتخيل احنا بدنا نستنى 30 ساعه حتى تعمل دبل رقمها، بعدين نستنى عشان تعمل دبل رقمها عشان نشوفها. فبالتالي هاي النوع من البكتيريا اخر وحده تحديدا بما انه هي الجينيريشن تايم تبعها كثير طويل، فبالتالي بعض المختبرات او عاده احنا اصلا ما بنزرعها. اوكي طيب حلو حلو. اوكي كمان شغلة مهمة، بما أنه هاي البكتيريا سريعة النمو فبالتالي رح يصير عندها سريعة في ظهور الأعراض للبيشنت للمريض اللي أجانا. يعني أنت بدك والله 12.5 منت حتى تصير لك دابليكيشن للرقم تبعك، برضه كمان 12.5، يعني بصير سهل أنه أو بسرعة تظهر الأعراض عنده. فبالتالي عادة هي بتكون fast generation وبتكون الأعراض اللي جاي للبيشنت حادة وشديدة وفجأة بتطلع، فبتكون عادة هي بتكون إيش أكيوت صح؟ تمام. اما المايكوباكتيريا توبركلوسيس واللي هي اللي بتعمل سيفلس اللي هي تريبانوما، هذول الثنتين عاده ايش مالهم؟ بيحتاج وقت كثير طويل، فبالتالي الاعراض اللي راح تظهر على المريض بدها كمان وقت جدا كبير، فبالتالي عاده تظهر على شكل ايش؟ كرونيك وي سلو بريزنتيشن. يعني عاده ما بتطول، ما بتكون فجاه، بتطول وما بتكون حاده لانها بتكون بالتدريج وبدها كثير وقت حتى انها تنمو. اوكي طيب فهمنا. اذا كمان الايروس بدها تقريبا من ساعه لساعتين حتى تظهر الاعراض، اما المايكوباكتيريا بدها تقريبا من 3 لـ6 أشهر بدون ما تظهر اي اعراض للبيشنت. تخيلوا يعني لسه ما هي مش ظاهره اي اعراض. حلو طيب، كمان في مصطلح مهم اسمه إشي اسمه الانكوبيشن بيريد. شو هو؟ هو عباره عن الفتره من التايم ذات از اكزيت بتوين اكسبوجر تو باثوجين اند ذا اونست اوف ذا سيمبتومز، اللي هي عباره عن الوقت اللي بيكون من دخول البكتيريا لجسمي لوقت ظهور الأعراض. مثلا البكتيريا دخلت لجسمي يعني قبل ساعة، أوكي ظهرت الأعراض بعد ساعتين، فبالتالي هاي الساعة لساعتين اسمها هذا الانكوبيشن بيريود، اللي هي الفترة ما بين تعرضت للباثوجين لبين ما ظهر السيمبتومز. في ناس زي مثلا عندهم اللي هم المايكوباكتيريا حتى تظهر الأعراض بدها تقريبا من 3 لـ6 أشهر حتى تظهر الأعراض، مع إنهم هم صابهم الإنفكشن قبل هيك، يعني هم صابهم الإنفكشن
من قبل 3 أشهر، هسا من قبل 3 أشهر لهسا ما كان في أي أعراض، أوكي؟ فعشان تظهر الأعراض بدهم تقريبا من 3 لـ6 أشهر حتى تظهر الأعراض. فبنحكي هاي الفترة اسمها الانكوبيشن في البيريد، اللي هي الفترة ما بين تعرض للباثوجين، أوكي، اللي هو قبل 3 أشهر، وظهرت الأعراض اللي هما بعد 3 أشهر. حلو. طيب اسمه جينيريشن تايم، وإيش اسمه الانكوبيشن بيريد. طيب هسا في إشي اسمه الجروث كيرف. هسا الجروث كيرف هو بتكون من 4 مراحل، اللي هو مجرد من دخول البكتيريا لموت البكتيريا. عادة هذا الكيرف احنا بنرسمه لما يكون في المختبر، ماشي؟ يعني هاي المراحل بالمختبر بتكون، ما بتكون بجسم الإنسان. طيب هاي من شو بتتكون؟ بتتكون من مرحلة اسمها اللاج فيز، هي أول مرحلة، أوكي؟ احنا هون في عنا الوقت، وهون في عنا إيش؟ اللي هو البكتيريا ونموها. طيب هسا أول مرحلة اللي هي اسمها اللاج فيز، المرحلة البكتيريا لما تدخل للجسم، أو المرحلة اللي البكتيريا زرعناها. بهاي المرحلة رح تبلش البكتيريا تتعرف على البيئة اللي حواليها. والله إذا نيوترشن تبعونها جاهزة، بتصير تجهز حالها، بتشوف البيئة، بتتعرف على أي شيء. ما في أي نمو للبكتيريا، ما في أي تكاثر فيها ولا زيادة بالعدد، خلص إحنا زرعناها وحطيناها. فبهاي المرحلة بتبلش تتعرف بالبيئة تبعتها. بعديها خلاص عجبها الوضع، بتبلش تعمل إيش؟ جروث لإلها ويزيد عددها. اسم هاي المرحلة، اسمها المرحلة اللي بعدها اسمها اللوج، أو مسميها الإكسبرمنتال جروث فيز. مرحلة النمو تبعها بيكون سريعة وأسرع مرحلة، وعدد الخلايا بيزيد بشكل كبير. طيب هسا بهاي الحالة، طيب هي أنت قاعدة تتكاثر وبتزيد، فطبيعي إنك إيش مالك رح تخلصي كل النيوترشن والغذاء والأكسجين والمواد اللي أنت بتحتاجيها، وبرضه رح تصير تطلعي ويست برودكت، مواد سامة، مواد ما بتحتاجيها زي مثلا نواتج الأكسجين، فبالتالي رح تصير تتجمع. طيب هذا الإشي رح يسمح إنه ندخل بالمرحلة بعدها اسمها الساتوناتوري فيز، أوكي؟ طيب بهاي المرحلة خلص رح يصير مرحلة الثبات، مرحلة متساوي ما بين الجروث وما بين الدث، مرحلة بالنص، عدد البكتيريا لا هو زايد ولا عدد البكتيريا كثير ناقص، مرحلة الثبات. ليش؟ لأنه كل النيوترشن المواد الغذائية قاعدة بتنقص. طيب هسا لو احنا البكتيريا ظلت تتكاثر وتزيد عددها، وفي بكتيريا قاعده بتموت، وغير هيك انه احنا نيوتريشن قاعدين بنخلصها، وفي بكتيريا نطلع الويست برودكت، هذا الاشي رح نسمح انه ندخل بالمرحله اللي بعديها، اللي هي مرحله الدث، او اللي هي الديكلاين في عدد البكتيريا، اوكي؟ فاحنا حكينا اول مرحله اللي هي مرحله التعرف بالبيئه، ما في اي زياده واي اشي. بعدين مرحله الجروث، نمو وتكاثر للبكتيريا. بعدين مرحله استقرار، معدل الوفيات يساوي معدل المواليد نعتبر، او الجروث تبع البكتيريا. بعديها خلص احنا خلصنا كل النيوترشن، خلصنا كل المواد، خلصنا كل اللي احنا اياه، جمعت المواد المش كويسه، فرح ندخل بمرحله الدث، اوكي؟ طيب هسا زي ما حكيت لكم، هذا الكيرب ما بنرسمه اذا كان جوا الانسان. ليش؟ لانه الويست برودكت نقدر نتخلص منها. برضه كمان النيوترشن ما رح تخلص، يعني انت داخله بجسم الانسان، داخله الامعاء او بجهاز التنفس او اشي، يعني انت قاعده جوا الخلايا تبعت الجسم، فطبيعي انه كل المواد الغذائيه موجوده ومتوافره لإلك، فصعب انها تدخل بمرحله ايش اللي هو هاي المرحله. فبضلها دائما بهاي المرحلتين، اوكي، اللي هي مرحله اللوج ومرحله اللاج، اوكي. اوكي فبالتالي لانه احنا عندنا دم، وفي عندنا نيوتريشن وبلاد سبلاي وهاي الاشياء، كله رح يعمل ايش؟ نمو ولا هاي البكتيريا. طيب فاحنا هدف المضادات الحيويه انها تروح تعمل على انها توقف النمو، يعني خلص ما بدي هاي المرحله تكمل، هاي المضادات الحيويه تبعتنا، او انه تماما تقتل البكتيريا، يعني ندخل بهاي المرحله. حلو. طيب فعنا during lag phase اللي هي اول مرحله، البكتيريا بتعمل recognizing، تتعرف على البيئه تبعتها، اوكي، وما في عندها اي نمو، and are making macro molecules and preparing for growth، يعني بتحاول انها تعمل مولكيولز كبيره عشان تساعدها في النمو، بتجهز حالها، بتتعرف على البيئه وبتجهز حالها عشان تنمو، يصير لها ريبليكيشن. بعدين مرحله اللوج فيز اللي هي مرحله الجروث، بيكون ماكسيمم واقصى قوه. والاستاشنري فيز اللي هو اكر وين ذا نيوتريشن، لما تكون الغذاء كل اللي بدنا اياه اللي بتحتاجه البكتيريا بقل، والويست اكيميليشن المواد السامه بتتجمع، فبالتالي معدل الجروث ريت نفسه معدل الديث ريت. واخر اشي during the death phase death rate is greater than the growth rate، يعني معدل الوفيات رح يكون اعلى من معدل النمو. ليش؟ لانه انا خلصت كل المواد اللي بدي اياها، فالبكتيريا صارت تموت. طبعا هذا الاشي ما بصير الا اذا كان في المختبر، هذا المنحنى ما بصير الا بالمختبر، الا بالانسان بس بضلها مرحله growth ومرحله ايش اللاج. ف احنا بنجيب مضاد حيوي عشان يوقف هاي المرحله، ما يظل هالبكتيريا تعمل نمو وتكمل حياتها. طيب
طيب هسا رح نحكي عن الفاكتور اللي بتأثر على البكتيريا الجروث، يعني مو البكتيريا مش بسهولة، مش كل أنواع البكتيريا بيقدر ينمو، في بعض منهم بحتاجوا أشياء معينة حتى تنمو، لازم أنا أوفر لها إياها حتى هي تنمو وتتكاثر ويزيد عددها سواء بالمختبر أو إذا دخلت لجسم الإنسان. من ضمنهم درجة الحرارة، ليش؟ لأنه ممكن تأثر عليها وعلى النمو تبعها وممكن حتى نموتها. ومن هاي الفكرة انطلقت فكرة تبعت البسترة، كيف إنه إحنا بنرفع درجة الحرارة لفوق 100 بعدين ننزلها لتحت 0، رح نحكي عنها شوي بالتفاصيل. بعدين في H اللي هو درجة الحموضة، الأوزمتك بريشر اللي كونسنتريشن والتركيز المواد المحلية اللي حواليها، الأكسجين والنيوتريشن الغذاء اللي هي بتحتاجه هاي البكتيريا. طيب نبلش بأول وحدة اللي هي التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة. بحكي لك إنه الهيدروجين باوند، روابط الهيدروجينية، ممكن تنكسر وتخرب وتتأثر لما تنحط هاي البكتيريا أو لما تنحط هاي البروتينات في درجة حرارة عالية، أوكي؟ فبيخلي البروتين يصير له ديناتشوريشن. شو يعني ديناتشوريشن؟ يعني يخرب، يصير فاسد، يتكسر. طيب برضو كمان الليبيد ممكن يصير مور ليكويد، يخرب برضو كمان هو لما نحطه في درجة حرارة عالية. هسا بحكي لك كمان إنه الأوتسايد ممبرين ماشي، هو كويس وبحافظ على الستركشر لإله، لكن لما تكون درجة الحرارة جدا عالية ما بقدر انه يحافظ على الانتجريتي وشكل والسايز يعني شكل تبعت البكتيريا، خلص هو كمان بتعب وبخرب نتيجه درجه الحراره، تمام؟ اند ويل ات ديس انتجريت، رح يخرب البكتيريا تبع يعني الخليه تبعتنا، اوكي؟ طيب فمعناته درجه الحراره جدا مهمه. هسا في شيء اسمه المينيمم تمبريتشر وفي شيء اسمه الاوبتيمم تمبريتشر وفينا الماكسيمم تمبريتشر. مينيمم تمبريتشر هو عباره عن درجه الحراره اللي بتكون اقل من نمو يعني البكتيريا، انه توقف البكتيريا نموها، او lowest temperature at which is microbes will grow. هسا رح افرجيكم بالضبط شو هي، بس هي شو معناها؟ هي معناها انه اللي هي اقل درجة حرارة ممكن تنمو فيها البكتيريا. مثلا انا في عندي هاي البكتيريا، نيجي هون، هاي اقصى او احسن درجة حرارة حتى تنمو فيها نعتبر 10. طيب اقل درجة حرارة ممكن تنمو فيها نحكي ايش؟ -1. طيب اذا هاي اسمها بنسميها ايش؟ المينيمال، اللي هو عبارة عن اقل درجة حرارة ممكن انه هاي البكتيريا تنمو فيها. لو صارت توصل مثلا درجة حرارة لا -10 معناته خلص رح توقف النمو. فالمينيمال تمبريتشر هي اقل درجة حرارة ممكن هاي البكتيريا تنمو فيها. طيب الاوبتيمم تمبريتشر هي التمبريتشر بتخلي البكتيريا يكون نموها عالي وفاستر واحسن اشي، اللي هي هون. يعني لو جبت هاي البكتيريا مثلا وحطيتها على درجة حرارة 10 رح الاقي درجة نموها والتكاثر تبعها والريبليكيشن تبعها كويس وسريع ومناسب ومكيفة. طيب هسا اما الماكسيمم تمبريتشر، التمبريتشر above which is growth succeed or highest temperature at which is microbes will grow، يعني اعلى درجة حرارة ممكن تسمح للبكتيريا تنمو. بالنسبة لهذا النوع من البكتيريا أعلى درجة حرارة اللي هو 20، يعني لو أنا رفعت درجة الحرارة ل30 هل رح تنمو هاي البكتيريا؟ لا رح تموت، أوكي؟ فهي أعلى درجة حرارة من الرينج اللي هو 20، أوكي؟ رح يسمح لهاي البكتيريا إنها تنمو، فهمنا؟ نفس الإشي اللي هي هذا النوع من البكتيريا، هذا المنحنى. فبحكي لك العلماء أجوا وصنفوا إنه البكتيريا معناته مش كلهم بنمو بنفس درجات الحرارة، في منهم مثلا بيحبوا درجة الحرارة المعتدلة، في منهم بيحبوا درجة الحرارة الحامية وهي بتكون أغلبها بتعيش بالينابيع والمواد الينابيع الساخنة، في بعض من البكتيريا بتحب تعيش في الأماكن الثلجية، أوكي؟ فقسموهم لإشي اسمه سايكوفيل، وفي عنا الميزوفيل، وفي عنا ثيرموفيل، وفي عنا اللي هي الهايدروموفيل، أوكي؟ طيب إذا بس عرفنا شو يعني أوبتيمم اللي هي أقصى درجة حرارة ممكن هاي البكتيريا تنمو بيكون سريعة، المينيمال هي أقل درجة حرارة ممكن هاي البكتيريا تنمو فيها، والماكسيم هو أعلى درجة حرارة ممكن هاي البكتيريا تنمو فيها. حلو؟ طيب هسا التمبريتشر كلاسز أوف أورجانيزم. أول إشي في عنا سايكوفيل اللي هو نوع من أنواع البكتيريا اللي بتحب تنمو في الأماكن الباردة، الكولد تمبريتشر، وعادة هي بتحب تعيش وين؟ في الكولد إنفايرمنت، بالأماكن الباردة. فبالتالي لو أنا رحت حطيت هاي البكتيريا أو خبيتها بأماكن باردة لا راح تصير لها ريبليكيشن وتتكاثر. يعني إحنا ما بزبط كل الأنواع البكتيريا لو حطيتها بالمكان اللي هي البارد راح تموت، لأنه في أنواع بكتيريا بتحب هاي البيئة بالنسبة لها، أوكي؟ طيب في عنا الميزوفيل اللي هو من درجة حرارة 20-45، هي تقريبا الوسط بتكون، أوكي؟ عادة بنلاقيها في الورم بلود أنيمال أو بالأكواتيك إنفايرمنت، الأماكن اللي هي فيها شوية مياه أو الأماكن الاستوائية. طيب الثيرموفيل اللي هي من 50-80 شوي عالي درجة الحرارة، الأوبتيمم تبعتها ما بين 50-80. واللي بعدها اللي هي الهايدروثيرموفيل اللي هي الأوبتيمم جريد ذان، يعني أعلى درجة حرارة بتحب هاي الكائنات تعيش فيها أكثر، يعني فوق 80 تخيلوا، أوكي؟ عادة هي بتحب تعيش في الينابيع الساخنة اللي بتكون تغلي فيها غلي، بتكون موجودة هناك ومكيفة، أوكي؟ طيب معناته بهاي الحالة إحنا
الكائنات الحية اللي رح تدخل لجسمنا عادة بتحب تكون درجة حرارة تبعتها شو بتكون معتدلة زي درجة حرارتنا. يعني الكائنات الحية زي مثلا بتحب درجة الحرارة الباردة، هل رح تدخل لجسمنا وسهل انها تعملنا انفكشن؟ لا. ليش؟ لان احنا درجة الحرارة بالنسبة لإلها حامي، يعني احنا درجة حرارة مثلا 37 وهي بتحب تعيش بدرجة الحرارة 20، بالنسبة إلنا احنا ما رح ننصاب بهذا النوع من البكتيريا. وبرضه كمان بتحب تعيش في درجات الحرارة العالية كثير، يعني لو احنا حطيناها ب 37 ما رح تعيش، هذا الجو مش مناسب لإلها بالتالي ما رح تعيش عندنا. فاحنا اغلب انواع الكائنات الحية رح نتأثر بالميزوفيل. اوكي ليش؟ لان الاوبتيمم تمبريتشر عادة بتكون 37 اللي هي نفس درجة حرارة الجسم تبعنا، بالتالي انا لما اروح بدي اعمل زراعة على هاي البكتيريا واحطها في المختبر واشتغل عليها لازم اشوف درجة الحرارة المناسبة لإلها شو هي بتحب واعطيها درجة الحرارة المناسبة إلها. اغلب المايكرو اورجانيزم حكينا اللي بتاثر على جسم الانسان بتحب درجه حراره عاديه تبعت الانسان، فبالمختبر بحط لها درجه حراره مناسبه اللي هي درجه حراره تبعت الانسان حتى تنمو. طيب اذا عرفنا اول فاكتور اللي هو درجه الحراره، الفاكتور الثاني اللي هو البي اتش اللي هي درجه الحموضه. في بعض انواع البكتيريا برضو كمان بتحب تعيش بدرجه الحراره مثلا درجه الحموضه اللي بتكون قاعديه، في بعضهم عادي المعتدله وفي منهم بحبوا درجه اللي هو الحموضه. اوكي فعند كل واحدة عندها رينج وفي عند الاوبتيمم اللي هي بتحبه وبتعيش فيه. فالاسيدوفيليك عادة بتحب تعيش ما بين البي اتش اللي هو من 0 إلى 5.5، النيوتروفيل اللي هو من 5.5 إلى 8، والالكلوفيل اللي هو القاعدي بتحب تعيش من 8 إلى 11. اغلب البكتيريا بتنمو ما بين 6.5 و 7.5. اوكي يعني زي درجة الحموضة تبعت الانسان. اما المولد والييست اللي هم الفطريات والخميرة الييست are grow between 5 إلى 6 طحالب والفطريات. تمام الهيومن بلد دم الإنسان تبعتنا والتشيو من 7.2 يا أكثر يا أقل، بالتالي أغلب البكتيريا بتعيش نفس درجة الحموضة تبعت الإنسان، فعشان هيك سهل إنها تدخل وتعمل إنفكشن للإنسان. اللي بعده في إشي اسمه الأوزماتيك إفكت on the microbes growth. شو يعني؟ يعني تأثير الخصيل الأسموزية بالبكتيريا. أوزماتيك بريشر depend on the surrounding solute concentration and water availability. يعني الأوزماتيك بريشر بيعتمد على تركيز المواد اللي حولها، المواد اللي هي تركيز الأملاح اللي حولها. مثلا أنا عندي هاي البكتيريا حولها المحلول الملحي تقريبا قليل، بالتالي تركيز الأملاح هون بيحكي لك نفس تركيز الأملاح هون، هل رح يصير في عنا انتقال لسوائل من جوا الخلية لبرا الخلية؟ لا. ليش؟ لأنه هم متساوي وكويس لإلها. بس أنا لو جبت هاي البكتيريا وحطيتها بوسط فياته أملاح كثير، يعني تقريبا NaCl 10% تركيز كثير عالي، هذا الإشي رح يسمح لكل المواد الموجودة جوا البكتيريا يسحب حاله وين يروح لبرا، يعني تنتقل كل ال H2O المية الموجودة جوا الخلية رح تطلع لبرا. تمام؟ طيب سو الهايدروتونيك انفايرمنت اللي هي البيئه اللي جوات البيئه اللي بيكون تركيز الاملاح فيها عالي انكريز سولت اور شوجر كوز وات رش رح يعمل بلازمولايسيس. شو يعني؟ يعني رح يعمل تحليل وتخريب الخليه. ليش؟ لانه كل المي اللي جوا الخليه رح تسحب حالها وتطلع برا الخليه وتكون موجوده برا. اوكي طيب فبالتالي التركيز الاسموزي او البيئه اللي هي عايشه فيها البكتيريا برضو كمان ممكن ياثر عليها. طيب في عنا انواع من البكتيريا اسمها الاوزموفيل وفي عنا الاوزموتوليريت. هسه الاوزموفيل شو يعني؟ هي عباره عن الاورجانيزم واللي بتقدر تعيش في الهاي سوليوت، يعني عادي ربنا بيكون خالقها انها عندها قدره انها تعيش في المحلول اللي بيكون عالي السوليوت تبعه، بيكون عندها قدره كثير عاليه. اوكي اما الاوزموتوليريت هي اورجانيزم تتحمل الهاي سوليوت بس ما بتكون انه اقصى نمو لها واقصى قوه ومبسوطه، لا بس انه بيكون وسط. اوكي طيب فهذا الاشي جدا مهم بكلينيكال لنا. ليش؟ لما مثلا احنا نروح لطبيب الاسنان وبطلب منا انه نروح ايش نتمضمض مي وملح، هذا الاشي رح يخلي انه البكتيريا الموجوده تتعرض لهاي اوسموسس ويصير لها ايش لايسس. اوكي طيب هسا اللي بعده اللي هي الاكسجين اند مايكروبال جروث. using oxygen is metabolized create toxic waste microbes that is, are able to use aerobic respiration produce enzyme to detoxify oxygen. الفكرة انه احنا دائما بس نستخدم الاكسجين رح يظهر عنا waste product مواد مش كويسة مواد سامة احنا لازم نتخلص منها، فربنا خلق بهاي الكائنات اللي عندها قدرة انها تستخدم الاكسجين وتتنفس اكسجين. هاي الكائنات اللي هي الميكروبس الميكرو اورجانيزم في بعض منهم بيستخدم الاكسجين تمام عشان ايش يكونوا طاقة تبعتهم وعشان هي بتستفيد منها. تمام طيب انت استخدمت اكسجين، هذا الاكسجين رح يطلع مواد مش كويسة
هاي المواد اللي مش كويسة إحنا لازم نتخلص منها. فربنا خلق لهاي الكائنات اللي عندها القدرة إنها تستخدم الأكسجين وتصنع طاقة أو تستخدم الأكسجين، عندها إنزيمات. هاي الإنزيمات وظيفتها إنها تعمل على إزالة السمية للأكسجين، يعني إنه إذا الويست برودكت اللي طالع من الأكسجين بنعمل ديتوكسيفاي، يعني نشيل السمية، يعني نخفف تأثير المواد الويست برودكت اللي طلعت من الأكسجين. زي مين؟ زي الكاتاليز. يعني إحنا رحنا استخدمنا الأكسجين، بس استخدمته طلع ما عندي ال H2O2، okay؟ H2O2. فربنا خلق جوا هاي الكائنات الحية إنزيم اسمه الكاتاليز. إيش رح يعمل؟ رح يجيب الويست برودكت اللي هو ال H2O2، إيش يحوله؟ يحوله ل H2 اللي هو المية وأكسجين. فتخيلوا إحنا هيك تخلصنا من مين؟ من هاي المواد اللي مش كويسة زي ال H2O2. اوكي، برضو كمان انزيم الثاني اللي موجود جوا الخلية اللي بيعمل على ازالة ال waste product اللي طالعة من الاكسجين بعد ما احنا استخدمناه، اللي هي سوبر اوكسيدايز ديسميوتيز SOD. اوكي، راح يجيب الاكسجين راديكال، المواد السامة تبعت الاكسجين، وايش راح يعمل اللي ناتج من استخدام الاكسجين، ويحوله ل H2 زائد مية لمواد مفيدة ونافعة. اوكي، مية وأكسجين. هسا الميكروبس اللي ما عندها هاي الإنزيمات، إذا هي ما عندها قدرة أن تتعامل مع الأكسجين، بالتالي هي بتحاول إنها دائما تبعد عن الأكسجين، وتحاول إنه دائما إيش مالها تعيش ببيئة ما فيها أكسجين. بالتالي الكائنات الحية اللي بتستخدم الأكسجين بحياتها بنحكي عنها الأيروبيك مايكرو أورجانيزم، ماشي. أما الكائنات الحية اللي ما بتحب الأكسجين بنحكي عنها الآن أيروبيك مايكرو أورجانيزم. حلو، طيب إذا الأيروبيك الكائنات الحية اللي بتحب الأكسجين اللي عندها إنزيم تقدر إنها تقيم كل الويست برودكت الناتج من الأكسجين، عادة بتحب تعيش بالأماكن جوات الأكسجين. زي مين؟ زي الرئة. يعني أغلبهم بتكون بتحب وين تعيش؟ بالرئة، لأنها فيها أكسجين عالي. طيب، فالعلماء توصلوا لشغلة جدا مهمة اللي هي تصنيفات لهاي المايكرو أورجانيزم اللي بتحب الأكسجين واللي ما بتحب الأكسجين. من ضمنهم اللي هي الأوبليجيت أيروبيك. شو يعني أوبليجيت؟ أوبليجيت يعني إلزامي، يعني ما بتتكاثر، ما بتصير لها نمو إلا إذا جبنا لها الأكسجين. فعادة لو زرعناها وين راح تروح؟ راح تنمو فوق بالسطح، فوق عند وين؟ عند القمة، عند مكان الأكسجين. أوكي، طيب الأوبليجيت أن أيروبيك شو يعني؟ أوبليجيت أن أيروبيك، أن أيروبيك يعني ما بتحب الأكسجين. يعني لو إحنا زرعناها وحطناها بالأنبوب وين بتروح تعيش؟ هل راح تعيش فوق عند الأكسجين؟ طب ما أنت ما بتحبي، لا راح تروح عند القاع تحت. تمام، هسا عندنا اللي هي الفاكولتيف أن أيروبيك grow better with oxygen، ولكن عادي بتحب الأكسجين وبدون أكسجين بتعيش، بس مع الأكسجين أحسن، عادة بتكون على السطح أقرب لإله. هسا اللي هي الأيرو tolerant anaerobic grow better without oxygen، بدون أكسجين لكن عادي بتحب الحالتين. طيب هاي التعريفات هون كمان مرة، الأيروبيك obligate يعني هي لازم تحتاج إجباري للأكسجين حتى تعيش، الفاكولتيف can live with or without oxygen but grow better with oxygen، والمايكرو ايروفيل يعني بدها شوية كميات صغيرة من الأكسجين. أوكي، الآن ايروبيك obligated يعني ما بيحتاج أكسجين، وعادة هي بتعيش تحت، أو عادة هاي الأنواع من البكتيريا بتعيش اللي هي الآن ايروبيك بتعيش جنب خلية ايروبيك. يعني أنا في عندي هون آن ايروبيك وعندي هون خلية إيش؟ ايروبيك. عشان شو؟ عشان هاي تستخدم كل الأكسجين وتخلص عليها، وهاي تعيش بسلام، فعادة هيك بتكيفوا مع بعض. أوكي، طيب اوكي، في عندنا الايرو تولرنت ان ايروبيك، حكينا كان توليريت اكسجين بات جرو بيتر وذاوت اكسجين، يعني هي بتتحمل الاكسجين عادي ما بتموت او انه ما بتاثر عليها، ولكن شو اسمه بتعيش احسن اذا ما كان في اكسجين عندها. طيب، طيب هسه في عندنا نوع من انواع البكتيريا اسمها الكلوستريديم بريفيرنجس، عاده هاي البكتيريا بتعمل مرض الجنجرين. تمام، فالعلاج تبع الجنجرين اللي هو اللي بكون زي تلف بالأعصاب وبالعضلات وكل المنطقة، يعني الرجل كلاتها بتخرب أو حتى الأورجن اللي هو بيأثر عليه. أوكي، طيب بهاي الحالة إيش رح يصير في عنا؟ البعض الأطباء هاي البكتيريا عرفوا إنها إيش مالها ما بتحب الأكسجين، وعادة هي بتعيش ببيئة ما فيها أكسجين. ليش؟ لأنه أساس الناس اللي عندهم جنجرين أو الناس اللي عندهم غرغرينة، أوكي، ما بيصلها بلد سبلاي كافي لهاي الأورجن، فبنقطع عنها، يعني لا بوصلها أكسجين ولا بوصلها نيوتريشن، فهذا بيئة مناسبة لهاي البكتيريا حتى تنمو. أوكي، طيب فالحل إنه بعض الأطباء إيش بيعملوا؟ بيعملوا لفتح للجروح، يعني بيفتحوا اللمب كامل القدم اللي فياته هاي المشكلة، فبيعرض هاي البكتيريا للبيئة الخارجية وللأكسجين،
وبهاي الحالة البكتيريا رح تموت، أو ممكن إنه يعرضوا الأورجن أو الشخص كلياته ويدخلوه بغرفة فيها كمية أكسجين جدا عالية، وبهاي الحالة البكتيريا رح تتعرض للأكسجين، وهذا الأكسجين مش كويس لإلها، أوكي؟ فبالتالي بهاي الحالة ممكن إنها تموت، وهيك إحنا عالجنا هذا الشخص، أوكي؟ طيب هسا في عنا خامس إشي بتحتاج البكتيريا حتى تنمو، واللي هو نيوتريشن، الغذاء الطبيعي. ليش؟ عشان تصنع طاقة بتحتاجها، وكمان عشان تبني بروتينات وعشان تعمل ريبليكيشن وتبني السلوال تبعها والستركتشر اللي هي بتحتاجهم. عادة الطاقة اللي هي بتحتاجها من الفوتوتروفيك، يعني بتستخدم الضوء حتى تكون طاقة هي بتحتاجها، أو الكيموتروفيك يعني use energy from the oxidation of the reduct chemical compound، يعني المواد الكيميائية اللي هي عندها إياها، أوكي؟ بتعمل إيش؟ oxidation، أوكي؟ يعني بتعمل أكسدة للمواد اللي عندها إياها، فهذا الإشي رح يصنع لها طاقة، يعطيها ATP وطاقة هي بتحتاجها. طيب هاي المواد اللي هي بتحتاجها ممكن تكون عبارة عن ماكرو نيوتريشن، يعني مواد بتحتاجها كميات جدا كبيرة، ماكرو نيوتريشن يعني مواد بتحتاجها لكن بكميات قليلة، أو سبيشال ريكويرمنت يعني بعض الكائنات تحتاج كميات صغيرة أو سبيسيفيك لإشي معين. يعني هذا البكتيريا خلاص هي بتحب مثلا هذا النوع من النيوتريشن، إذا ما توفر لإلها ما رح يصير لها ريبليكيشن ولا تتكاثر ولا أي شيء. طبعا هذا الإشي مهم ليش؟ عشان نقدر نعملها كلشر وزراعة في المختبر ونعرف هي إيش بتحتاج ونعطيها إياها حتى إنها يصير لها ريبليكيشن. طيب الأمثلة على ماكرو نيوتريشن، يعني نيوتريشن بتحتاج بكميات جدا كبيرة، زي الكربون، زي النيتروجين، زي السلفر والفوسفورس. الماكرو يعني كميات تحتاج بكميات صغيرة، usually as enzyme والكوفاكتر، يعني زي الكالسيوم، زي الكوبر، زي الايرون، زي المغنيسيوم والمانجنيز. طيب special requirement حكينا مش كل انواع البكتيريا بتحتاجه، في انواع بكتيريا مخصصة بتحتاج هاي الاشياء، زي مين؟ زي الامينو اسيد، زي النيوكليوتايد بيز اللي هو قواعد النيتروجينية، والانزيماتيك كوفاكتر او فيتامين تحتاجها هاي البكتيريا حتى انها تصير ريبليكيشن. مش كل انواع البكتيريا بتحتاجها.